طب بما ان احنا بنتكلم عن الملوخيه بقى، احنا كنا برضو تحت الهواء بنتكلم على اصل كلمه ملوخيه. احنا فاكرين الملوخيه دي يعني دي الكلمه دي بتاعتنا احنا، اسمها كده بس هي ما اسمهاش ملوخيه. بالظبط. اسمها ايه بقى؟ حتى اشرنا لده في الكتاب بتاعنا اللي هي اصلها اسمها ملوكيه. ملوكيه. ملوكيه واتحرفت بعد كده. وكان اسمها الشريفه نتيجه انها كانت بتزرع بس في قصور الملوك، والكلام ده كانت يعني اكله عزيزه قيمتها الغذائيه عاليه جدا جدا، من الحاجات اللي بتدعم البكتيريا الصديقه يا استاذ سناء في الجهاز الهضمي بتاعنا بشكل رائع. يعني من الحاجات اللي بتخلي الميكروبيوم الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي في المناعه بتاعتها لاولادنا لاطفالنا. بس تعالى بقى بطريقه استاذه سناء ونحطها في الكتاب هتعتمد يعني تبقى بيسموها ايه؟ تريد مارك خلاص. جرين سوب. جرين سوب. شوربه خضراء. في اليابان انت عارفه انها منتشره جدا جدا. بالزبط. يعني كل حد طالع اليابان بياخد معاه ملوخيه، علشان على فكره الناس بتحبها جدا. لا وبعدين بيعملوها في باكيتات درايد مجففه. اه لا معرفش. وضيف مش زي بتاعتنا. وضيف دائم على السفره على طول باستمرار فعلا في اليابان. طب لانها بقى يعني عزيزه قوي كده الملوخيه، ليه تتسبب لنا في التسمم الغذائي الصامت؟ بالظبط. ما ده اللي احنا ان شاء الله بقى هنتكلم عليه. طيب انا عشان اتجنب ده في الملوخيه اكتر من حاجه. نعملها بطريقه استاذه سناء تبقى ترى كده خفيفه وصحيه. الحاجه الثانيه، احنا مشكلتنا الرئيسيه دلوقتي في عمليه البروسيسنج، وان انت تعرض الاكل بتاعك لعمليات معقده. يعني تجيب الملوخيه تغسلها تحطها في الفريزر، ترجع تشيلها تفك تجهزها، فضل كميات من الاكل فترجع تعينها بره الثلاجه او تحطها في الثلاجه او تحطها في الفريزر. كل ما العمليات اللي تشين بتكبر، كل ما فرص تعرض الاكل للاصابه بالبكتيريا الضاره اللي ممكن تعمل التسمم الغذائي الصامت ده هتزيد. عشان كده بنقول خلي اكلك على قد احتياجاتك. خلاص انا محتاج عارفه ان انا ولا يعني افراد الاسره هاكل طبق اثنين ثلاثه بالهنا والشيف ايا كان، اعمل على قدر احتياجاتك. طب فضل حاجه اوتوماتيك، اول ما الحاجه هتاخد درجه حراره بالظبط درجه حراره الغرفه، لازم الناس دايما في اعتقادها احنا لسه هناكل تاني، اصل لسه الناس بره على ما يرجعوا. لا، رجع الاكل حطه في الثلاجه لو هتاكله في نفس اليوم. ايه وقولي لي برضه لو كان برضه ماليش في موضوع المطبخ ده قوي، يعني لازم الاكل ما يبقاش يعني ما يخشش الثلاجه وهو سخن، لازم يهدى طبعاً يبرد طبعا عشان كده بيقول درجه حراره الغرفه. فرجعوا الثلاجه لو انا هاكله في نفس اليوم. طب انا خلاص انا اكلت والحمد لله وعارف ان انا مش هاكله ثاني النهارده، برضه ياخد درجه حراره الغرفه ولازم يتحط في الفريزر وقتها. فريزر. الفريزر طبعا. سواري ملوخيه في الفريزر. طبعا. وفي معلومه بقى بعد ما اتطبخت بعد ما اتطبخت خلاص انت فضل عندك وليكن لما هتفك هتبقى يعني قوامها اكيد مش هيبقى زي. لا ما بيتغيرش كتير. احنا هنقول بقى نفكها ازاي. الملوخيه برضو من المعلومات اللي عليها المهمه قوي ان احنا ما نرجعش نسخنها تاني لو احنا كنا محتفظين بيها في الفريزر. الله. لان في حاجه اسمها في حاجه اسمها النتريت فيها. اما بتتفاعل مع الحراره ممكن لا قدر الله برضو تسبب تسمم غذائي، وكمان يقال يعني ان هي من احد مسببات السرطان، ولكن بتاخد درجه ثانيه بنسميها يعني في مسببات مباشره، يعني عليها لغط وعليها كلام. فاحنا بنطلعها من الفريزر وتتساب في الثلاجه بقى. لو انت حطيتها في الغطاء او العلبه المحكمه اللي انت حاططها سبتها في الثلاجه لمده يوم او اتنين قبل ما انت هتاكلها بيوم هتفك تماما. يعني اطلعها من الفريزر اسيبها تفك في الثلاجه وبعدين ابقى اسخنها بعد كده. بالظبط كده.